بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بالمناسبة إخواننا الكرام، أنا أحب أن أبين لكم أنه أنت أحيانا يجب أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية. هامش أمان، هذا يؤكده قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش، لا تقترب منها، اجعل بينك وبينها هامش أمان. أوضح مثل تيار كهربائي 10,000 فولت، هذا يجب أن تبتعد عنه 8 أمتار، لأن هذا التيار حوله مسافة تجذب من دخل فيها ويحترق. فلا بد من حاجز أمان، هامش أمان بينك وبين المعصية. يعني مثلا الاختلاط قد يكون سبيل إلى الفاحشة، الاختلاط، إطلاق البصر سبيل آخر، صحبة الأراذل سبيل ثالث. فالفاحشة التي نهى الله عنها، هذه الفاحشة لها أسباب، فإذا دخلت إلى أسبابها ربما قادتك هذه الأسباب إلى الفاحشة. لذلك من هو الشريف؟ الذي يهرب من أسباب الخطيئة لا من الخطيئة نفسها. وقد تكون الخطيئة بوضع معين قد تقع فيها دون أن تتملك البعد عنها. فالبطولة أن تدع هامش أمان بينك وبينها. هذا أنا أفسره بنهر عميق جدا، والذي يمشي على شاطئه لا يتقن السباحة. هذا النهر له شاطئان: شاطئ مائل زلق، وشاطئ مستوي جاف. فإذا مشى على الشاطئ المستوي الجاف في أمان من أن يسقط، أما إذا مشى على الشاطئ المائل الزلق احتمال كبير أن يسقط الإنسان في الماء ويموت. لذلك ابقي بينك وبين المعاصي هامش أمان. هذا معنى ولا تقربوا الزنا. فالاختلاط وإطلاق البصر ومتابعة أفلام إباحية، هذا كله أحيانا ينقل إلى الزنا. فالمؤمن الصادق يدع مسافة بينه وبين المعصية حتى لا يقع فيها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.